أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين. إن شاء الله تكونوا بخير، كل عام وأنتم ألف خير. عيد أضحى مبارك للجميع، وربي ينصر أخواتنا في فلسطين ويرجعوا لأرضهم آمنين غانمين. في هذا الفيديو باش نقدموا إثبات صحة من موقع VK ستور للربح من اللايكات والاشتراكات في موقع VK الروسي. ساشترك في القناة، تفعيل الجرس بصوركم كل جديد يوصل عمل بربح من انترنت قناة على مامين، ولا عنده أي استفسار وتساؤل يجب متواصل معنا على الصفحة الرسمية خاصة بينا على مامين على الفيسبوك، انستغرام وتيك توك، وقناتنا على التليجرام، الرابط القوة في صندوق الوصف. السحب عملته على ثلاث مراحل تقريبا، ولا مرحلتين مش نشوفوه مع بعضنا، والذي يريد التسجيل في هذا الموقع في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت تلقاو كل المواقع وكل الروابط. بهذا السحب كنت عملته، يعني هو أول شيء أنك تحول النقاط اللي جمعتها، هذه 1045 نقطة. فبالتالي ما عليك إلا تضغط على كلمة exchange، تحويل النقاط، مش نخليه في هذا المكان. 1045 نقطة قيمتهم تقريبا منذ 3 أو 4 أيام 29 روبل. نضغط على كلمة سيل، وتم وضع أوردر لكي أحول النقاط. كما قد تلاحظوا waiting، علي إلا ننتظر. انتظرت يوم تقريبا وتم تحويل هذه النقاط. ب ويمكن تسحب عبر الباير والبرفكت ماني. كما قد تلاحظوا كما قلنا waiting، انتظرت يوم، فبالتالي كما قاعدين تلاحظوا في البالانس أصبحوا 29. يمكن تنتظر يوم أو يومين كحد أقصى ويتم السحب. تضغط على conclusion لكي تسحب الأرباح. بهذا الحال يجب أن يكون في رصيدك 15 روبل على الأقل. خلينا 29 روبل، خليت الباير ونخلي الايدي متاع الباير، ونضغط على كلمة confirm. تم طلب السحب بنجاح. وكما قاعدين تشاهدوا waiting البيمنت في 15. نرجع للفيديو لأنه ما يدوم فيديوهات شباب، لحظة فقط. كما قاعدين تلاحظوا 15/6/2024 هذا وصلت للتاريخ هذا وتم الدفع بنجاح. نرجع الآن إلى VK Storm. كما قاعدين تلاحظوا paid، تم الدفع بنجاح. نمشي للباير ونلقى في الهيستوري 29 روبل VK Storm. نشوف طريقة العمل فيه، سهل وبسيط جدا. نضغط على available task وتلقى مهام عادية. بطبيعة الحال يجب أن يكون لديك حساب في VK، موقع روسي معروف جدا. تقوم بإنشاء حساب، تسجل في هذا الموقع وتقوم بهذه المهام، هذه 9 نقاط على سبيل المثال. نضغط عليها وفقط باش نشترك في جروب من الجروبات. نضغط على كلمة فولو، نرجع إلى الموقع في رصيد 19 نقطة. نضغط على كلمة تشيك، نعمل تحديث للصفحة. كما قد لاحظوا أصبحوا 25 نقطة، وهنالك مهام عديدة. الطريقة الثانية للربح واللي هي عبر رابط الإحالة. نشوفوا ريفيرال لينك، هذا رابط الإحالة الخاص بك، وهذه الأرباح الممكنة 15% و 15 نقطة لكل شخص، لكل إحالة نشطة. معناتها عمل 30 تاسك على الأقل، هذه الأرباح. بالنسبة موقع سهل وبسيط جدا، لكن أرباحه قليلة بالمقارنة بالمواقع الأخرى. المواقع الأخرى تلقاو مقالة أنا شرحت فيها العديد من المواقع المشابهة، ويدفعوا أكثر من VK Storm، لكن أنت تجم تسجل في 3-4 مواقع مشابهة وتعمل لايكات واشتراكات تحصل على النقاط. من بين هذه المواقع، هذه المقالة إن شاء الله تلقاوها في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت ننزل للأسفل. أحسن موقع في هذا المجال واللي هو أنك تعمل لايكات واشتراكات واللي هو VK Surfing. اضغط هنا تجيك مقالة فيها رابط التسجيل، طرق الربح، إثبات سحب وغيره. الموقع الثاني في لايك، الموقع الثالث إيبويب، أفيسو، WM Airfast. هذوما ثلاثة موش اختصاصهم اللايكات والاشتراكات، لكن فيهم المهام اللي فيها لايكات واشتراكات.
عندك جيت لايك ايفر في فيكي تارجت فيكي توب فري وتيك توب فري. تيك توب فري يظل فيه مشكلة، يمكن نرجع في مستقبل القريب ان شاء الله. نلتقي في مواقع اخرى ومجالات جديدة للعمل، وربما تنتقل على مامين. الله يوفق الجميع، وكل عام وانتم بألف خير. الى اللقاء.